مشاهدي لوسيت تي في، مرحبا بكم معنا. مع هاد الحرارة المرتفعة والصيام كنقدروا نحسوا بالعطش في اليوم ديالنا، كيفاش ممكن نتجنبوه؟ اول حاجة اللي هي الماء، نشربوه ما يكونش بارد، على الاقل 8 الكيسان كبار بين الفطور والسحور. ناخذ وقتنا في وجبة الفطور ونتجنبوا السكريات لانها كتصعب عملية الهضم، وإلا بغينا نتناولوها ناخذوها مرسلة ديال التراوح. وخلال وجبة السحور كنتجنبوا الماكلة ديال الزنقة والحلويات كثيرة حيث كتجيب العطش في اليوم الموالي. كونوا اكيدين الا كان فوق الطبلة ديالكم ديال الفطور طبصيل ديال شلاضة او الخضرة اللي غنية بالالياف بحال الخيار، والفواكه الطرية اللي غنية بالماء بحال الدلاع والبطيخ، ما غتحسوش بالجوع والعطش في اليوم الموالي. وفطور شهي، والى حلقة مقبلة.